طبعا ايضا نتكلم عن غلق المسار الايمن من الشارع ونشوف اخواننا اللي خالف يعني المفروض سائق المركبة اللي خلفه ما يخالف، يعني هو مو مجرد شخص خطأ، أنا أيضا أكون مخالف وخطأ. فإحنا نتمنى أنه يكون الوعي والثقافة المرورية. طب السايبة مو صحيح؟ اجازتك وثانويتك اخي العزيز هسه انت حالياً. شايف اللي وراك ايش قد خالفه؟ لا مو انا اصلا يعني من داعي حرامت على المخالفه. لا لا كسر علي والله رفعني عليه. زين السايد كله واقف رحم الله والديك، صحيح السايد واقف، لكن مجرد غلق المسار الايمن من الشارع يسبب مشكله لسائقي المركبات اللي طريقهم الاخر، صح؟ نصيحتك الى نفسك والى اخوانك سائقي المركبات اللي يغلقون المسار الايمن من الشارع. والله يعني هو كله ترى واقف السيارة. على عيني وعلى راسي هو صحيح واقف، انت انتبهت ورا ما ركنت مركبتك، اكو ثلاث مركبات ركنن انغلق المسار نهائيا، مع العلم بالامكان الشخص يتوجه الى الامام. بس اريد منك نصيحه الى اخواننا سائقي المركبات ومستخدمي الطريق. والله انا يعني شو اقول؟ هو انا هسه جاي انفرض علي انه اجري من هالصفحه هاي، فاني بالنسبه لي انا غلطان، فانا انصحهم كل هذا غلط. رحم الله والديك، احنا ايش نفرض؟ التعاون بين سائقي المركبات والمرور شيء حلو. طبعا. اذا مو التعاون ترى لا احنا ولا انتم راح تقدرون تمشون بهذا الطريق. احنا بالعكس فرحانين اليوم بوقفتهم بالاشاير. نعم. شيء فرحنا احنا. اكيد. وفادنا احنا. اكيد. فبالعكس المخالف اليوم انا هسه ما اقدر اقول له اي شيء، اليوم تجون تخالفوني خالفوني، تحجزوني حجزوني. ربي يحفظك. اي والله. احنا شاكرين التزامك ووعيك وارتدائك لحزام الامان، شكرا جزيلا.